يبدو أن ملف تشكيل اللجنة الدستورية السورية يتجه صوب الحل في وقت قريب حسبما أعلنت الحكومة السورية والأمم المتحدة. فللمرة الأولى أعلنت دمشق إحراز ما قالت إنه تقدم كبير نحو تشكيل اللجنة، مشيرة إلى قرب إنجاز اتفاق بشأنها، الأمر الذي أكده أيضا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون. أجرينا مناقشات إيجابية وبناءة، وأعتقد أننا أحرزنا تقدما ملموسا للغاية، وأننا بالفعل قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء اللجنة الدستورية. الإعلان جاء عقب لقاء جمع بيدرسون مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في دمشق. وفي تفاصيل اللقاء ذكرت وكالة الأنباء السورية أن الجانبين اتفقا على أن العملية الدستورية شأن سوري، وأن السوريين فقط هم من يحق لهم قيادة هذه العملية وتقرير مستقبلها دون أي تدخل خارجي. وبحسب خطة الأمم المتحدة يجب أن تضم اللجنة الدستورية 150 عضوا، تختار ثلثهم الحكومة السورية وتختار المعارضة الثلث، بينما تختار الأمم المتحدة الثلث الأخير. وتشكل لائحة الأمم المتحدة تحديدا محور الخلاف بسبب اعتراض الحكومة السورية على عدد من الأسماء الواردة فيها. الانفراجة الأخيرة إن تحققت ستشكل وفق متابعين اختراقا في ملف لم يشهد على مدى أشهر أي انفراجة تذكر. وخلال تلك الأشهر حاول المبعوث الأممي ضمن جولات مكوكية البحث عن أي تقدم في تشكيل اللجنة الدستورية، عسى أن تكون مدخلا لإحياء العملية السياسية الرامية لتسوية النزاع السوري.